تحت رعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أقامت جمعية هذه هي البحرين غبقتها الرمضانية السنوية بعنوان غبقة المحبة بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة. ووسط حضور كثيف من المدعوين ورجال السلك الدبلوماسي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وذلك في كنيسة القلب المقدس الكاثوليكية بالمنامة. وفي كلمة له خلال الحفل نقل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتقدير جلالته لجميع القائمين على تنظيم هذا التجمع السنوي المبارك الذي تقيمه وتشرف عليه هذه هي البحرين، مشيرا إلى أن هذا التجمع يعكس الوجه الحضاري المشرق والمشرف لبلدنا العزيز ويتسم بقيم تسامح وتكاتف ثقافي واجتماعي، مؤكدا في هذا السياق أن هذا النوع من الفعاليات يأتي ترجمة لمسيرة الإصلاح الشامل والإنجازات المتعددة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. كما أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن هذا الحفل يعتبر تجسيدا لأجمل صور التعايش بين مختلف الأطياف في مملكة البحرين بلد السلام والمحبة، ليضم نخبة من المحبين والمخلصين لمملكة البحرين عزموا على التعاون لخير هذا الوطن وليظهروا للعالم أجمع ما يتميز به من وحدة وترابط بين أبنائه والمقيمين على أرضه، منوها في الوقت ذاته بتفانيهم في إعلاء اسم البحرين عاليا في مختلف المناسبات والمحافل الاجتماعية والدينية والعالمية. من جانبه أشاد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في الدفع بجهود التعايش والسلام وحرية الأديان إلى أفاق لا نظير لها في أي مكان، وما إصدار أمره السامي بتنشين المركز كمنارة عالمية تشع بأفكار جلالته النيرة إلا نقلة نوعية على مستوى الجهود المبذولة. من جهتها تقدمت السيدة بيتسي ماثيسون نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ورئيسة جمعية هذه هي البحرين بالشكر والثناء والتقدير لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على ما تضربه المملكة من أروع المثل في توفير بيئة آمنة محاطة بالاحترام لكل طائفة ومذهب للعيش في ربوعها بكل سلام وأمن وفخر. أعتقد أن تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي خطوة هامة ليس فقط على صعيد البحرين بل وحتى للمنطقة والعالم بأسره، فهو يروج للفكر المتسامح والتعايش السلمي تنفيذا للرؤية التي حملها جلالة الملك المفدى لسنوات عديدة، وهي مبادرة مهمة ونحن ندعمها بشدة، وأنا أيضا سعيد لتواجدي هنا اليوم خاصة خلال هذا الشهر الفضيل الذي يجتمع فيه الناس ويتشاركون في نشر المحبة والخير، كل ذلك يجتمع هنا ونحن داعمون لهذا التوجه. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في هذه الفعالية الرائعة، وأنا كممثل للجالية الفلبينية التي يصل عددها في البحرين إلى 60,000 نسمة معظمهم من أتباع الديانة المسيحية، ولكن هناك من تبع ديانات مختلفة ومنها الإسلام. البحرين نموذج رائع للتعايش بين الجميع، كما أننا سنشهد قريبا تدشين الكاتدرائية الأكبر في المنطقة، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى على تبرع جلالته السخي بتقديم الأرض المخصصة لهذا البناء، والذي سيكون شاهدا بارزا على فكر جلالته المنفتح والنير ورؤيته الحكيمة للبحرين كحاضنة لمختلف الأديان والمذاهب التي تعيش في سلام ووئام. أنا سعيد جدا لحضور هذه الفعالية اليوم والتي تجمع مختلف الأديان التي تعيش جنبا إلى جنب في هذه البلاد الجميلة، وهذا هو العام الأول لي كسفير لبلادي خلال شهر رمضان، وأنا أشيد بما تتبناه البحرين من فكر يعزز التعايش السلمي والوحدة بين جميع البشر، وحكومة بلادي ترحب دوما بمبادرات جلالة الملك المفدى المستمرة لتعزيز هذا المبدأ، لذا
أنا سعيد جدا لما أراه اليوم في البحرين من محبة وتسامح وتعايش بين الجميع. إنه شرف لي أن أحضر هذه المناسبة، وأود أن أشيد بالدور المحوري والهام لجلالة الملك المفدى وحكومة مملكة البحرين في ترسيخ مفهوم التعايش السلمي بين الجميع في البحرين. وروسيا الاتحادية تقدر ذلك عاليا، وهي قضية هامة اهتمت بها البحرين دوما. إن هذه الفعالية تمثيل رائع للتعايش السلمي بين أتباع جميع الأديان والمذاهب، فللجميع الحق في أن يمارسوا شعائرهم بحرية وأمان. هذه خاصية رائعة يتمتع بها المجتمع البحريني. نحن نشيد بقوة بالفكر النير لجلالة الملك المفدى بتعزيز ودعم هذا التعايش، وأنا كسفيرة لبلد أجنبي أقدر وجود أماكن ودور للعبادة لمختلف الأديان في البحرين. لقد أتاح ذلك لي الفرصة بأن أحضر شعائر دينية للعديد من الطوائف، وهو أمر مميز جدا في هذه المملكة العزيزة على قلوبنا.